رحت لقيتهم حاطين السمك مقابل الصاله دي في قلب ايه؟ قلب الصاله. رحت 21 شفت المكان الصاله اللي هو بيطلعوا الشلال من جوه ده، لقيتهم لاقيين السمك مقابل محطوط جوه عشان يتفتح. تمام. حتى لما سالت محمد سعد قال لي عشان يفتح الكلام طبعا خطر بعيد. ممكن تقول لي درجه الحراره مثلا اشهر اللي هو بيحصل فيها هو بدور اشهر في النهار في نفس الوقت؟ بص يا جماعه، الاول احنا عشان بس نبقى ماشيين بتسلسل عشان الامور ما تتوهش مننا، احنا عندنا عمليه التفريخ اما بتتم بشكل طبيعي او في مفرخات. تمام كده. اللي بتتم بشكل طبيعي ان انا باخد عدد من الذكور وعدد من الاناث على حسب نوعيه السمك وبحطهم مع بعض في حوض، وهم بقى بايه الانثى بتضع البيض والذكر بيحط الايه السائل المنوي بتاعه عليه، وعمليه التفريخ بتايه بتتم. الجزء الثاني ان انا بجمع البيض بتاع الاناث وبجمع السائل المنوي بتاع الذكور وبخلط انا الاثنين على بعض وبحطهم عندي في المعمل زي ما زميلنا كان بيقول تحت درجات حراره معينه، تمام، وتحت درجات اكسجين معينه وتحت درجات تقليب معينه لفتره زمنيه معينه عشان يطلع لك الايه الفراي او التفريغ الجديد بتاعك او اللي هي اليرقات. لا، اليرقات دي بنسميها في الـ في الـ في الـ في الجمبري والحاجات دي، تمام، انما دي الثانيه دي اسمها الزريع. تمام كده. معلش يا جماعه العربي بتاعي مش مساعدني شويه، لان زي ما قلت لكم في الاول اعذروني، احنا عندنا التدريس كله بالانجليزي. تمام. فحضرتك دلوقتي عشان نبدا نشتغل في العمليه دي لازم الاول نعرف هل احنا عندنا نوعيات من المفرخات اللي انا ممكن اقدر اشتغل عليها في مصر هنا. عندي نوعيات كتير جدا من المفرخات، خليك بس معايا في الصور. اول حاجه اشتغلنا عليها خالص او الناس اشتغلت عليها كانت نوع مبسط جدا من المفرخات، بنجيبهم قاروره كبيره مصنوعه من الفخار. وليه مصنوعه من الفخار؟ زمان ابويا وامي كانوا بيملوا لنا ميه في القله عشان ميه القله كانت بتبقى ايه؟ كانت بتبقى ساقعه. معلش الراجل بيرن وهو مسافر بس ما بيردش عليا. السلام عليكم. اهلا وسهلا. الحمد لله، نحمد ربنا فعلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله. عشان ايه؟ بس ما بيجيش على التلفزيون. طيب نشاور بالماوس. زي ما احنا شفنا كده يا جماعه دي القاروره الرئيسيه، تمام، وهنا القوارير اللي بعدها او المساحات اللي بعدها، ودي بحط فيها الميه بتاعت مصدر الميه وبحط البيض والميه بتاعتي في الاولانيه وبيض والميه في الثانيه، وابدا اشغل الميه وابدا اخد الميه واعمل لها ريسيركوليشن باي طريقه. ودي كانت ابسط الطرق خالص يا جماعه اللي كانوا بيستخدموها في عمليات التفريخ في الاول. بدا الموضوع يتطور شويه معانا وبدانا نستخدم الهبات في التفريخ، واعتقد ان معظمنا اشتغل في الهبات او ان ما كانش في المحطات اللي احنا شغالين فيها سواء في العباسه او في الكيلو 21 يبقى في المزارع الاهليه او المفرخات الاهليه. وكانت الطريقه سهله جدا الا ان كان فيها عيوب. اصعب ما فيها ان هي كانت طريقه تجميع الزريعه منها بتبقى صعبه شويه، او عمليه الفقد فيها بتبقى صعبه شويه. بدانا نستخدم الاحواض الخرسانيه في عمليه التفريخ بان انا بعمل احواض خرسانيه حجمها صغير وببدا احط فيها الاناث والذكور. لو خدنا سمكه البنط مثلا كمثال، كل ثلاث اناث او اربعه على حسب حجم الاناث، تمام، ومعاهم ذكر واحد، وببدا اعمل عمليه التلقيح بشكل طبيعي وببدا اجمع الزريعه اول ما الاقيها ظهرت قدامي بشبك معين، تمام، وبعد كده اخدها وابدا اعمل لها المونوسكسنج بتاعي. بعد كده تطور الموضوع شويه وبدانا في المفرخات بقى الحديثه حبه، ان احنا بيبقى عندنا جارات ازاز. جارات الازاز دي بحط فيها البيئه الملائمه لنمو البيض
تمام؟ يعني مية بملوحة معينة، بأكسجين معين، بدرجة حرارة معينة، تمام؟ وأبدأ أنزل لها مصدر للتقليب أو مصدر للمية عشان يعمل عملية تقليب مستمر للإيه؟ للبيض، تمام؟ عملية التقليب المستمر دي بتخلي لك دايماً البيض عايم في المية، فبتزود نسبة الفأس جداً. بيبدأ كل واحد من دول بيبقى ليه مخرج. لو بصيت على الرسمه اللي في الجنب، ما اعرفش يا بينا بالنسبه لكم ولا لا، تمام؟ لكن لو احنا جينا وقفنا مثلا على النقطه دي كده، تمام، الحته اللي انا واقف عليها بالسهم دي، تمام، هي الجارات دي. ممكن انا اخد بقى اللي بيطلع في الجارات دي، كل ما الزريعه بتفقس بتطلع تقوم داخله لك على الحته اللي راكب عليها الدش دي. اول ما الزريعه تنزل في الحته اللي راكب عليها الدش دي، الدش ده بينزل ميه بشكل كده خفيف كده، تمام، يعمل تقليب في الميه واكسجينيشن بسيط خالص، تمام، وبيعمل زي عمليه غسيل للزريعه اللي طالعه دي. فلقينا ان عمليه السرفايفر ريت او عمليه بقاء الزريعه حيه مع الغسيل اللي احنا بنعمله في المفرغ ده بعد ما الزريعه تفقس على طول، ده بيزود من عمليه النمو بتاعها جدا. او ان انا استخدم الطريقه بقى اللي معظم الناس بتستخدمها دلوقتي زي التانية بالظبط، ان انا بيبقى عندي اللي هي موجود عليها السهم الاسمر دي، ان انا بيبقى موجود عندي الجارات داخل فيها، ده المصدر اللي بيدخل الميه او بيدخل الاكسجين زي ما انت عايز، تمام، بيدخل لك الميه وبيكون بيوصل لحد اخر الجار من تحت خالص. يعني المصوره دي كده يا جماعه لازم توصل لحد تحت خالص. ليه؟ عشان البيض بيبقى موجود تحت، لو انا خليتها لحد فوق بس كده هتعمل تقليب في المنطقه اللي فوق، لكن مش هتعمل تقليب فين؟ في المنطقه اللي تحت خالص. لازم تنزل لحد تحت خالص، تمام، عشان عمليه التقليب تتم بشكل كويس. اول ما الزريعه دي بتبدا تفقس بتبدا تنزل من الميه اللي هنا. ما اعرفش السهم ده مشاور على ميه نازله، ما اعرفش يا باينه ولا لا. ايوه، المفروض الميه اللي نازله دي نازله في حوض كبير. الحوض الكبير ده هو اول ما الزريعه بتفقس بتقوم جايه نازله فيه على طول. المياه اللي نازله بشكل مستمر دي كانت هي مكان الدش الثاني. فاكرين الدش اللي احنا كنا بنعمله؟ قال لك بدل ما تعمل دي في مكان ودي في مكان، ده احنا هنعملها كلها هنا، تمام؟ ودي غالبا اللي احنا بنستخدمها في عمليه الفأس بتاعه الايه؟ البولت الاحمر، او لو انا بجمع البويضات بتاعه البولت العادي من الفم بتاع الامهات، لان انتوا عارفين بتبقى شايله البيض في البق، بجمع البول منها وببدا احطه هنا وببدا اسيبه لفتره معينه لحد ما يفقس، وببدا اجمعه من الجارات اللي موجوده عندي دي. ده برضو صوره للجارات برضو اللي بستخدمها في عمليه التفريخ، بس ده مين لي؟ ده بيستخدموه في القلب او للحاجات اللي هي بيتم عمليات الحقن فيها زي ما هنتكلم دلوقتي، تمام؟ حاجه مهمه جدا عشان افهم التفريخ بتاع السمك، ان انا افهم ازاي بيحصل اصلا عمليه النمو الجنسي والتفريخ في الشكل او في الحاله الطبيعيه. السمكه دي يا جماعه يلزمها مجموعه من الحاجات عشان تبقى ناضجه جنسيا وعشان تفرخ. ايه الحاجات اللي بتلزم السمكه يا جماعه عشان تبقى ناضجه جنسيا وتفرخ؟ ايه الحاجات او المواصفات اللي المفروض توفر في السمكه عشان السمكه تبقى ناضجه جنسيا، تمام، وتقدر تجيب بويضات او تقدر تجيب سائل منوي، تمام، يخليني استخدمها في عمليه التلقيح؟ ايه المواصفات دي؟ في حاجه في السمكه نفسها ولا في السمكه والبيئه؟ لا، في السمكه نفسها. السمكه نفسها النمو المناسب بتاعها يكون وزنها كل سمكه كل سمكه يا جماعه بيبقى ليها حجم تفريخ معين وعمر تفريخ معين، تمام. لو خدنا مثلا سمكه البلطي كمثال، سمكه البلطي ممكن تفرخ من اول 4 شهور، 6 شهور، 8 شهور، تمام؟ لكن يقول لك ايه؟ حاول ما تستخدمهاش في العمر الصغير عشان ما ترهقهاش، ولازم يكون وزنها ما يقلش عن 100 جرام. يبقى السمكه يفضل ان هي تكون عدت 6 شهور 8 شهور ووزنها ما يقلش عن كام؟ 100 جرام. عن 100 جرام، تمام كده؟ بس هي في الطبيعه يا دكتور ممكن 40 50 جرام تكون ناضجه جنسيا. ممكن، ايوه، بقول لحضرتك تنضج جنسيا تنضج جنسيا من قبل 100 جرام بكتير، تمام، من 60 و50 و40 زي ما حضرتك قلت. لكن انا دلوقتي راجل، انا بعمل قطيع ليا في المفرغ بتاعي، عايز استخدمه لمده سنه او 2 او 3 على الاكثر زي ما حضراتكم عارفين.
فمطلوب مني ان انا احافظ على القطيع بتاعي عشان يديني اكبر عدد من البويضات لاكبر فتره زمنيه ممكنه. طب انا هحافظ عليه ازاي؟ لو شغلته وهو صغير وهو لسه ما نضجش تمام هيشطب بسرعه تمام، انما لو سبته وصبرت عليه واديته فتره زمنيه كويسه بان هو ينضج فيها جنسيا وينمو ويوصل لحجم ووزن كويس تمام، ده هيدي معدلات اعلى الله يكرمك معدلات اعلى من البيض ونسبه اخصاب تمام، وهيديك فتره طويله في الانتاج. لو ضربنا على دي مثال صغير كده يقول لك ان سمكه البلطي الاقل من 100 جرام لو حضرتك استخدمتها بتجيب على الاكثر 100 بيضه في كل تفريخ تمام، وبتبقى عمليه الاجهاد بتاعها سريعه جدا. بعد اذنك يا دكتور، نسبه البيض لها علاقه بالوزن؟ طبعا. كام في الميه من الوزن؟ هقول لحضرتك. طيب السمكه يا جماعه لما بتعدي ال 100 جرام من 100 ل 200 جرام بيبدا انتاج البيض بتاعها يتراوح من 1000 بيضه ل 1500 بيضه في كل تفريخ. كل ما الحجم زاد ناحيه ال 200 جرام تمام، كل ما العدد زاد من ال 1000 لل 1000 وايه و 1500 لحد ما توصل حضرتك لحد نهايه الموسم الثاني من التفريخ. ده في البولت الاحمر؟ لا في البولت العادي. تمام ايه بيحصلش ما بيجيبش الكميه دي يا دكتور اقل من كده. احنا بنتكلم 100 جرام بيدي 600 سمك، يعني 250 جرام بيدي مثلا 800. جميل. 300 400 بيدي 1200 سمك. حلو. ماكسيموم. انا قلت كام؟ 1500. انا قلت 1500 من 100 ل 600. هنتكلم على 400 جرام. انا بقول لحضرتك السمكه لما يبقى وزنها من 100 ل 600 جرام. لا 200 انا قلت 200. طب معلش يا جماعه انا اسف معلش انا اسف لا انا اسف يعني برضو مفيش نسبه محدده لا 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 بين الوزن وبين كميه البيض. لا النسبه المحدده موجوده في سمك المبروك فقط لا غير. تمام نقدر نحسب لك سمك المبروك بالبيضه وزنه ويفقد قد ايه تمام، والوزن قبل التفريخ والوزن بعد التفريخ واقول لك فيها كام بيضه والكام بيضه دول شغلهم هيبقى ازاي. يعني احنا حاليا بيحصل عندنا زيارات في المفرغ، لو واحد سالني السؤال ده اقول له ايه يعني؟ كام بيضه للسمكه؟ زي ما قلت لحضرتك ايه العلاقه بين الوزن وكميه البيض؟ اقل من 100 جرام اقل من 100 جرام تمام؟ ما بتجيبش عدد يعني اكتر من 100 بيضه. ماشي؟ كل ما زاد يعني كل ما عدت عن ال 100 جرام وانت طالع بتبقى من 100 لحد 600 من 1000 و 1500 بيضه. كلما وصلت ناحيه الوزن الاعلى كلما كان ناحيه الايه؟ الانتاج الاعلى تمام؟ وانا معلش بس المره الاولى قلتها بال 100 ل 200 صح كده؟ كويس. لا كويس. المبروك بنحسبها ازاي؟ احنا عندنا يا جماعه المبروك له معادله ثابته ان انا بوزن السمكه زي ما انتم عارفين. طبعا احنا عندنا في مصر هنا او معظم عشان تعمل تفريخ مبروك بشكل اقتصادي لازم عن طريق الحقن زي ما احنا هنتكلم كمان شويه. اما الحقن بالغده النخاميه او الحقن بالمركبات اللي هي الجاهزه زي الاوفا بريم مثلا. لو حضرتك هتستخدم الاثنين تمام، بتحقن الحقنتين الاثنين بتوعك وبتستنى لما يحصل خلاص ان البويضات كلها اتكونت بوزن الايه السمك تمام، وبعد كده ببدا بعد الحقنه الثانيه خلاص انت خلاص هتاخد بقى منها البيض اهو بوزنها قبل تمام، وبعد كده ابدا افرغ البيض المحتوى بتاع البيض بتاعها تمام واوزنها تاني. ماشي كده. في خلال الاثنين دول بطرح الفرق ما بين الوزن قبل والوزن بعد، بس بدي نسبه 10% من الفقد في الوزن. يعني مثلا خلينا نقول معادله بالارقام وحضراتكم تكتبوا وراي تمام كده. ماشي. لو قلنا ان الوزن قبل عملية اللي هو تصفية البيض او عصر البيض من الام تمام كان مثلا 600 جرام. وزن الام قبل كان كام؟ 600 جرام تمام كده. وزن الام بعد كان 520 جرام، او معلش يا جماعة خلوها 500 جرام عشان تبقى سهلة في الحسابات. 500 خليها 500 جرام. ماشي.
يبقى الفرق ما بين قبل وبعد كان كام؟ 100 جرام. جميل خالص. عندي 80 مثلا. 10% من ال 100 جرام دول تمام بحسبهم ان دول فقد في الاخراج بتاع السمكه، ملوش دعوه بالايه؟ بكميه البيض. ماشي كده يا جماعه؟ يبقى 10% بحسبها كام؟ الاخراج. في ناس بتقول من 5 ل 10. خلينا احنا 10% يبقى ده على اقصى كميه فقد. تمام كده؟ يبقى كده عندي كام جرام؟ 90 جرام. حلو كده؟ كل جرام في سمك المبروك بيديك 700 بيض. يديك 700 بيض. كل جرام 700. كل جرام 700 بيض. اضرب بقى حضرتك يطلع لك عدد البويضات للام الواحده. هي محسوبة يا سبعمية. محسوبة يا فندم. 700. كل جرام 700. سؤال أخير. اتفضل. احنا نقطة اختلافنا فيه. اللي احنا معروف ان القابوس والدنيس المال مدحت. بس هي اللي عشان مرة واحدة في التفريق يا ايه؟ المبروك. لا ما بتستخدمش، بتستخدم أكتر من مرة. عادي بتستخدم كل سنة. بس هي في السنة مرة. سنة مرة واحدة. والله بص هقول لحضرتك حاجة، في نوعيات من المبروك ممكن بتدي مرتين. يعني في نوعيات من المبروك. ايه؟ لا هو في بس مرة واحدة. لا في معلومة بس شهر 9 يعني معلومة بس يا دكتور عشان عايزنا حضرتك يعني اتفضل. المبروك بتدي مرتين شهر 3 وزن السمك تفريط الربيع وتفريط الخريف. تفريط الربيع دي بتبتدي من اول موسم. طب نسمع بعض يا جماعة. وهي السمك وزنها بيضها 80 جرام. احنا بنضرب مثال يا جماعه، بنضرب مثال. انا بقول لحضرتك السؤال في الاول، هل احنا نقدر نحسب عدد البويضات اللي خارجه من سمكه المبروك؟ اقدر احسبها. طريقه الحساب ازاي؟ بتوزن قبل وتوزن بعد، تمام، وتنقص من الوزن ده 10% من الوزن اللي طلع لك، تمام، ده مقابل الاخراج. تمام حضرتك، احنا حسبناها 100 عشان تبقى سهله في الحساب. تمام ماشي كده. في ده في الربيع شهر 12 3 وتفريقها في الخريف اللي بتديهم شهر 9 بتاع الخريف ديت بنسبه يعني 80% البيض بتاعها كله بيطلع لو كده ما بيشتغلش. ما هو فعلا في تفريقتين. ايوه ما استفدناش منها. ما استفدتش منها، بس هي انت لو انت غذيت صح بعد التفريقه الاولانيه ضد تغذي صح بتديه، بس هي ما بتبقاش ايه قوه السمكه اللي قوه البويضه اللي طالعه بنفس القوه يعني بتاع الربيع، ان هي دي اللي عندي الاساسيه. وانا مش هجهلها واسيبها لموسم شهر 3 افضل. مفيش مشكله، مفيش مشكله. انا بقول لك يعني هو الدكتور انا اكيد لك ك ك دلوقتي انا باكد لك معلومه. انا فاهم. هل سمكه المبروك ممكن تفرخ مرتين في السنه؟ تفرخ مرتين في السنه. معلومه. بس لكن انا كواحد صاحب مفرخ تمام، كل ده انا بعملها مره واحده. تمام اتفضل. هو السمك القروش الدينيس بيديها من 10% من وزن السمك. تمام. هل الجرام بيبقى فيه 1000 سمك ولا ده بتاع سنه؟ يعني احنا حسبناها لقينا الجرام فيه فعلا 1000 بيضه ولا 1000 بيضه؟ الجرام فيه فعلا 1000. والله بص حضرتك 400 كيلو جرام. طب بقى يا جماعه زميلنا بيسال دلوقتي، احنا لما اشتغلنا على الدنيس والقروس تمام لقينا ان الدنيسه بتجيب 10% من وزنها بيض. تمام. القروس انا اشتغلت وقتها كان تمام كده، بتجيب 10% من وزنها ايه؟ بيض. تمام كده. وجدنا ان الجرام البيض بيبقى فيه 1000 بيضه. انتوا حسبتوها؟ حسبتوها اكتر من مره؟ والله هو فاكتر من موسم الايطاليين قالوا الكلام ده، واحنا عندنا فعلا بلاقي الكلام ده. بس هل هو فعلا دي الحاجه الروتينيه عندنا مره واحده؟ يعني بصراحه انا ما سمعتش يعني اكتر من 700 في الجرام. دي للمبروك؟ ده المبروك. طب بالنسبه للبيض بعد اذنك الجرام فيه كام بيضه؟ ما اتحسبتش لانها بتختلف زي ما انا قلت لك بالنسبه للوزن. والام الكبيره بيبقى حجم البويضات بتاعتها اكبر من الصغيره. ايوه بقول لحضرتك بص، طالما ما قدرناش نعمل قانون ثابت ليها زي بتاع المبروك كده، اعرف ان في حاجات كتير هتختلف معاك. يعني في عوامل كتير مختلفه. تمام؟ هل سمك وبالتالي مش هتقدر تحسبها. هل سمك البولت نفسه سمك هجين اصلا ما كانش موجود وحصل تهجين ما بين انواع سمك؟ طلع سمك موجود. الموضوع ده شائع فعلا.
لا سمكة سمكة البلطي يا جماعة موجودة من يعني من أيام الفراعنة. يعني هي سمكة موجودة. آه سمكة موجودة. السمكة هي لا لا لا. تمرية كلها موجودة في النيل يا دكتور. وموزمبيق دي من منابع النيل برضه ممكن. تمام. اختلط مع بعض. هو احنا دلوقتي على حسب معلوماتنا احنا كبشر تمام احنا بنشوف هل السمكه دي موجوده مثلا لو هي موجوده من زمن فات كبير جدا تمام وفي برديات مثلا او في تاريخ بيقول ان السمكه دي كانت موجوده على وضعها كده فانا ما عنديش معلومات بتقول ان هي جايه من هجين حاجتين مع بعض انا ما عنديش معلومه بتقول كده لكن المعلومه الثابته عندي ان كان في سمك بلطي موجود من قبل فرعون صح يا جماعه تمام السمك البلطي ده السمك النيلي كان هو اللي موجود السمك بقى الخليط اللي ظهر ده او الانواع الاخرى مثلا زي الموزمبيقي او الاوريا او تمام ربما يكون حصل انحدار وراثي من السمكه الام تمام وحصل تغير في بعض الجينات ادتك الاوريا ويبقى الاصل عندك هنضرب مثال مش ده الحقيقي تمام بنقول ان لو النيلوتيكاس ده هو الام هو السلاله الام وحصل فيها انحرافات وراثيه ادتك الاوريا حصل فيها انحرافات وراثيه ادتك الزل حصل فيها انحرافات وراثيه ادتك الموزمبيق او العكس ان الزل كان هو الام وحصل فيه انحرافات وراثيه نتيجه البيئات المختلفه اللي هو بيعيش فيها وادانا السلالات المختلفه اللي احنا شايفينها لكن مفيش حاجه عندنا في التاريخ ولا في العلم تمام انا قريتها واسمع عنها او حتى حد قال لي عليها بس هو سمك البلطي يا دكتور برضه مفيش حد قال ان هو موجود ايه موجود ايام الفراعنه هم لقوا بقايا اسماك في اماكن اللي كانوا بيقعدوا الايام من الاهرامات لقوا بقايا اسماك بس ما يقدروش يحكموا والمعلومه الاكتر من كده ان منطقه الكيلو 37 جنوب سفاجه مع البيلان الرابطه ما بين البحر الاحمر كانت دي منطقه نهر النيل دليل على وجود شجر الامازون هناك تمام فده دليل على ان هو ما نقدرش نجزم ان هو كان البلطي هو اللي كان موجود قبل الفراعنه. ما هو في خيال ما يدخلوش على الجدران اللي في حاجه ممكن مش ما لهوش هو سمكة البلطي دي اصلا من البحر. لان السمك ده بيمشي عكس الميه. والله يا جماعه انا برضه ما عنديش حاجه علميه استند عليها ان انا اقول ده حصل او ما حصلش. احنا هو الارجح ان هي من زمان احنا موجود. ايوه هي الارجح الجداريه اللي موجوده في مقبره توت عنخ امون ان هو كان طالع يعمل رحله صيد في النيل تمام ووجدوا اسماك البلطي واضحه جدا يعني حضرتك لو عملت سيرش بسيط جدا على الصوره دي هتلاقيها موجوده وباين فيها سمكه البلطي بشكل واضح جدا ان ده البلطي بتاعنا اللي احنا متعرفين عليه دلوقتي في صوره للفرعون كده هو شايل عصف سمك دي معلومه هذه تخص الحاجه دي ذكر اسامي هو قال لي ان طبعا حضرتك حضرتك موضوع المنزله ان هم دخلوا فيها الجيل واي واي ده الجيل اللي جا من فرنسا الجديد اللي هيشتغل عليه فبيقول ان هم عملوا كده الهيئه بدات تعمل كده ودخل الجيل الجديد عشان تنشره في مصر لسبب ان السمك وحيد الجنس عمره الافتراضي سنه بعد سنه تبتدي السمكه ما بتقدرش تقاوم ظروف ده السمكه وحيد الجنس هو قال لي كده الدكتور وقال لي كده الدكتور بطل وقال لي ان السمكه وحيد الجنس بعد سنه ما بتقدرش تقاوم الظروف فبتموت اجباري قال لي ان هي بتبقى ما بتقدرش ده انا المعلومه دي صح ولا غلط طيب حد فاكر النعجه دولي ايه النعجه دولي دي جميل استنسخت من ايه من الام من امها من خلايا اميه من امها صح كده حملت نفس الامراض ونفس كل جميل خالص يبقى انا خدت خليه من الام وعملت لها شغل وراثي بطريقه معينه وخليتها تنمو في الاخر لتديك نفس الايه نفس السبيشيز صح كده تمام نفس كل حاجه هي تحمل نفس الجينوميك استراكشر نفس التركيب الجين لمين الام ونفس العمر برافو عليك ونفس عمر الخليه ونفس ايه عمر الخليه ولذلك الام لما ماتت دول اللي ماتوا اللي كانت الشيخوخه بنت هنا وبنت هنا ودي معلمه دي مسلسخه مش كده يا جماعه ده فيما يخص الايه الاستنساخ طب احنا بنعمل كده في المونوسكس لا احنا مش كده خالص ده احنا عندنا جيل جديد طالع تمام في منه ذكور وفي منه اناث تمام انا بدي له هرمون عشان يوقف نموه
الجناز او الاعضاء الذكريه الانثويه ويزود نمو الاعضاء الايه الذكريه، وده بيتاخد في عمر معين وحجم معين ووقت معين ووزن معين تمام. لو عدى خلاص هيحصل سكس ديفرنشيشن او نمو جنسي في سمكه البولت في الاعمار الصغيره، خلاص بقت يا ذكر يا انثى. لو اديتها هرمون السنه الجايه ولا هتتاثر بكده ولا هتتاثر بكده تمام. يبقى اذا دي انا قدام جيل جديد طالع من اب وام جداد خليه جديده تمام، ماشي كده يا جماعه. وبالتالي هي لا تحمل ظروف الاستنساخ، يعني معلومه غلط. لا بص ما تدخلنيش في حته غلط وصح تمام، عشان انا البط الوحيد عندنا قعد سنتين ولا الهوا يا باشا، عندنا عمره كمان عندنا في الكليه بقى له 4 سنين. بس عارف واحد مش عارف الذكور بس يا دكتور، ولا بيحصل له تحول بعد فتره برضه؟ لا ما هو امتداد جنسي تقصد يعني؟ ممكن تقعد 7 سنين. لا 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 بس لا 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 انا دلوقتي عندي طب تجيب بس رسمه كده عشان نشرح عليها. هي دي تمام، استنى كده شوف واحده ثانيه عشان نشرح على دي بس او اللي قبلها. شايف حضرتك الاثنين دول كده تمام، دول الاوفالي صح، تمام، البطوخ بتاع السمك تمام. تخيل حضرتك ان ده بيبقى عباره عن خطين شفافين لا يروا بالعين المجرده. لما جينا نشرح السمكه اللي لسه فراي اقل من 9 مايكون تمام، ماشي، اللي بتتراوح من 9 ل 14 مايكون عشان ادخلها اعملها مونو سيكسنج. لما جينا نشرحها تمام، الجناز ما بتبانش، موجود تيستس وموجود اوفرز، الاثنين موجودين تمام كده، لكنهم يعني بتشوفهم بالميكروسكوب بصعوبه شديده تحت الميكروسكوب. ايه اللي بيحصل لما انا حضرتك بحط ال 17000 مثال تستوستيرون للسمكه في الاكل بتاعها؟ اللي بيحصل ان السمكه لما بتاكل بيرتفع مستويات التستوستيرون في الدماغ. لما التستوستيرون بيرتفع تمام، بيعمل فيدباك ميكانيزم او تغذيه رجعيه على الهرمونات المسؤولة على نمو الأجزاء التناسلية في الأنثى، وبالتالي بيسبق نموها ويزود نمو مين؟ التستس الذكور، صح كده؟ معنى كده إن هي أنثى تمام؟ بالراحة بس عليا تمام كده يا باشا؟ لو حضرتك دخلت في الفترة المظبوطة للمونو سيكسنج بدري تمام؟ قبل ما يحصل جزء من الديفرنشيشن، جزء من الديفرنشيشن تمام؟ بينتهي وجود الاوفري تماما وتصبح السمكه من بره ومن جوه ايه؟ ذكر تمام؟ طب لو حضرتك اتاخرت سنه وكان حاصل ان الاجزاء الخارجيه في السمكه نمت تمام؟ وحضرتك بعدها تدخلت بالمونو سيكسنج الهرمون فعمل تثبيط لنمو الاوفري لكنه ما قدرش يعمل زياده في التستوستيرون تكفي لنمو التستس. فايه اللي بيحصل؟ بتلاقي السمكه قدامك بتنمو نمو الذكر، لكن لما تيجي تشرحها من جوه ممكن تلاقي فيها بقايا ايه؟ انثى. وتلاقي الفتحه الخارجيه بتاعتها ايه؟ انثى، لكنها بتنمو نمو ايه؟ ذكر، لان هي المشكله اللي بتحصل او بتخليها تقل في النمو ان يبقى عند بيبيض بينمو وهرمونات بتشتغل عليه وبالتالي بيخليها ايه؟ النمو بتاعتها يتسبق او النمو بتاع الذكر يكون اعلى منها. ماشي كده يا جماعه؟ فدي عمليه بس المونو سيكسنج ولانها. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا.